سلام الاميرات وردتي الفنات اللي منورين الحياه نتمنى تكونوا بخير الغزالات ديالي اليوم ان شاء الله غادي يكونوا معنا جوج القصص كيف العاده الاولى هي اللي غتسمعوا دابا والثانيه غتكون بعد قليل في القناه الثانيه المهم ما نطول عليكم كتر وندخلوا مباشره في قصتنا قصه نبغيكم تسمعوها كاملين حيت غتستافدوا منها ديال بصح وغادي تتفاداو هذا الخطا خطا اللي ممكن اي وحده فينا توقع فيه المهم ما نزيدش نطول عليكم كثر وندخلوا في القصه مباشره سميتي مايا تزادي وكبرت اسره مغربيه عاديه الاب ديالي كان خدام في الوقايه المدنيه ومنتي كانت استاذه ديال اللغه الفرنسيه كنا بين ثلاثه ديال الخوت جوج دراري وانا اللي بنت وسط منهم وكنت الوسطانيه نيت ايوا كبرت فداك اللي قسم الله والدينا كانوا كيديروا المستحيل باش نقراو باش تجي حاجه ما تخصنا كنا لابسين واكلين شاربين خارجين حتى حاجه ما ناقصانا جات ايام حتى كنت قريت وخدمت ودرت 25 عام فهذيك المدة كنت مرتاحة وحتى شي حاجة ما ناقصاني كنت عايشة مع والديا في الدار وكانوا عاطيني حريتي يعني كنت مرتاحة ديال بصح فهذاك الوقت كانوا جو فيا شي خطاب ولكن سيدي ربي ما كملش ايوا بقينا هكاك حتى لواحد النهار كنت تعرفت على واحد الشاب غير بالصدفه السيد لصقني السيق وقال لي والو بغيت نجي لداركم باش نخطبك انا قلت مرحبا يجي ويهدر مع مالين الدار ونتعرف عليه ارتاحت ليه وارتاح ليا والامور تيسرات مرحبا ما تيسرش لخلا وجدا واش طابت انا ما خاص حتى شي حاجه بلاطو الحلوه وبراتاتاي فاتو لديك الجي وفعلا هذاك الشي اللي كان السيد كان هو والديه استقبلناهم رحبنا بهم كنا دوينا تما عرفت ان السيد موظف حتى شي حاجه ما ناقصاه الله خدا الدار ديالو وكان مستعد للزواج المهم هي هادي كنا تخطبنا وخدينا هذيك الفتره باش نتعرفوا على بعضياتنا نعرف واش هذا السيد مسلكني ولا لا المهم بديت كنخرج معاه كنهضر معاه في التليفون ونهار على نهار كنتعلق به اما السيد كان كيقول كي لي غادي نديك غادي نديك كيقول لي انا ما عمرني بغيت شي وحده ولا غنبغي شي وحده كيف ما بغيتك كان كلامو حلو كيخرج من فمو غير العسل والشهد الهضره اللي كانت كتقال لي كان البلاص ما نقولش لكم عليها كان كيقول لي شوفي انا لا فيك خير, خير ربي بغيتو يجيبك ليا ولا مافيكش ما فيكش خير بس ربي يدير لك فيه الخير ويجيبك ليا انا ما بقيت بغي حتى شي وحده في هالدنيا الدنيا من غيرك انا انت اللي بغيت انت اللي كنت كنحلم بها انت هادي انت هادي مهم السيد كان بياع كلام ما دوزناش بزاف وكنت صافي قررت انني نكمل معاه كان جا لدارنا وتوكلنا على الله درنا العقد ديالنا من مورا هدرنا الحرس وتزوجت به عشت معاه في الاول احسن يامات في حياتي سيد كان درويش الله يعمرها دار وكان كيتسطا وكيهبل عليا الا قلت لكم لا كلام فوق كلامي ولا شوار فوق شواري فكان لا فوق كلامي ولا شوار فوق شواري سيد كان كيتشاور معايا على ادق التفاصيل الصغيرة قبل من الكبيرة وانا كان عاجبني الحال وكنت مرتاحة معاه دوزنا واحد المدة وبدأوا المشاكل المشاكل اللي في الاول انا كنت كان غمض عيني عليهم ماشي ما كانوش سيد من اللي تهربت عليه كان هكا مغيار ومشكاك آه من اللي تهربت عليه هو كيدخل في الباسي كيدخل في علاقاتي كيدخل مع من نهضر ومع من ما نهضرش ما كانش كيعجبو الحال الوقت كي اللي مثلا كيلقاني كنديو مع شي واحد في الخدمه واخا كنا كنديو على الخدمه يعني ما كانش هذيك البساله ولا غنقول لكم مثلا كنقولوا كي لا لاباس ولا نهائيا كان في الخدمه واكثريه كيكونوا غير لي ميساج وهذا ما كيعجبوش الحال وفي حاله كان كيغير وبشويه بشويه ولا كيقول كي لي عرفتي ما ديري كون غير تجلسي انتي ماشي ديال الخدمه ومشي ديال التكرفيس انت خصك تكوني جالسه كيف الاميره في الدار واللي احتاجتيها تجيك حتى لهنايا وبدا كيعمر لي راسي بهذا الشيء كيعمر لي راسي ديال بصح وبدا كيقول كي لي انا قاد بيك واللي حليتي على فمك تجي لعندك وانا علاش كنضرب تماره كان كنضربها غير عليك انتيا وانا كنعرفك انت وكنعرف وكان الولاد الحرام اللي بيك بك وانت تبارك الله غزاله وما كاينش اللي ما غاديش يشوفك وما غديش يطمع فيك وفاش كنقول انا كنعرف راسي كيقول كي لي انا عارفك وعارفك ما ديري حتى شي حاجه زعما ديال العيب ولكن راه كنعرف هذوك ولاد الحرام اللي دايرين بك هذه هي الكلام ديالو يعني. مهم فاش قواو المشاكل انا كنتشاورت مع مالين الدار وقلت مش شنو بان لكم في هذا ديالي دي ما كانش عنده المشكل حيت من ديما كان كيقول كي لمهمتي جلاس وتقابلنا وخاصه فاش بدينا كنكبروا واحد شويه مامتي كانت معارضه وقالت لي شوفي يا بنتي قالت لي الراجل يقول لك هذا الكلام دابا ولكن النهار اللي غادي تزادوا الوليدات وغادي المصاريف ما غيبقاش قاد على هذيك المسؤوليه كامله قلت لي شوفي يا بنتي خدمتك ما تفرطيش فيها وحاولي معاه مهم انا كنت خديت واحد الفتره فكرت في الموضوع مزيان وكنت قررت انني صافي نجلس من الخدمه وقلت ما خاسره حتى شي حاجه اصلا انا كنت خدامه في القطاع الخاص ولا جاب الله مثلا جلس من الخدمه وما عجبنيش الحال وبغيت نرجع غادي ندفع السيفي ديالي وغادي نخدم عاوتاني زعما ما عندي حتى شي اشكال المهم هي هذيك كنت جلست من الخدمه على ود السيد كان عاجبو الحال فرحان وفي هذاك الوقت راه رجليا كان كيبوتهم ليا راه كان كيبغيني واحد الحب وكيتعامل معايا واحد المعامله ونعاود لكم عليها حصل الجلس ده الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث ايوا الراجل قال لي شوفي دابا انت جلستي في الدار ما كاين بقيت بقيتي تلبسي الروميل رجلي كيجيوك غزالين وهذه من هنا وهذه من لهيه قلت له واخا سيدي ماشي مشكل ديك الوقيته بدا كيفصل ليا رجلي المهم بديت كنلبسهم كنت قليل هكا فاش كنلبس الرومي وكنت كنلبسو غير فاش كنكون معاه وما خصنيش نكون مثلا كنتمشى ولا هذا المهم السيد كان كيغير لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف من بعد ولا كيقول كي ما تخرجيش الا نخرج معاك جلسي في الدار ما تديريش ما تطليش من الشرجم كنت كنقول ماشي مشكل وخاصه فاش كنت كندوي مع الناس العائله كيقول لي راجلك هذاك وانت المباركه لقيتي راجل اللي كيغير عليك والراجل اللي كيخاف عليك هنا ما لقيناش راجل حتى اللي حاشيها لينا دم السيد مهري اللي فيك زعما صافي خاصك تصبري وما تقولي حتى شي كلمه هاديك بقيت صابره والراجل كان غادي وكيزيد فيه حتى صافي ما بقيتش نهائيا كنعتبر برا الدار الا الا كان معايا وفاش كنكون معاه خاصني نمشي حاضره اسي الا مشيت حتى هزيت راسي وشفت شي واحد ولا شي واحد شاف فيا كيدير ليا نهار وكيقول لي علاش يشوف فيك وما دام شاف فيك الا وانت شتي ليه وضحكتي ليه ما يمكنش هو يشوف فيك وشافك مع راجل اخر واش انا يا هنا شماته واش انا هادي شحال من مره كنكون خارجه معاه في الزنقه وكيضرب ليا مع الرجال كيقول لي علاش كتشوف مرتي والراجل كيقول له ما فيها وانا والله ما زعما ما نقدرش نقول لكم واش كيشوف فيا ولا لا حيت وليت كنخاف منه هنا تعرفت على واحد الشخصيه جديده ديال راجلي وهي ديك الشخصيه المعصبه اللي ما بينها ليا من قبل من قبل كان كيبان واحد السيد لي متحضر سياد اللي كيعرف كيدوي بالحوار مشي سابقه يديه الحاجة اللي كانت مبرداني في هذاك الوقت انه هو مع معمر مد عليا يديه انا كان كيغوت عليا اه ولكن زعما باش يضربني ولا يقيسني ولا شي حاجه نهائيا حصل ما في بقينا هكاك حتى كنت حملت وهذيك الحمله الاولى صراحه شاكة فيها لان ما ماكداش واش كنت فعلا حامله ولا ما حاملهش غير هو الوقت اللي كان جاتني العاده الشهريه جاتني بالوجه قاصح وجاتني كثيره بزاف بحال فيها واحد طروفة. فسولت قالوا لي راه يقدر يكون عندك شي جنين وخسر ليك اللي غادي يزيد اكد لي هذا هو من ثلاثة شهور كنت حملت وهاد المره فرحت وعرفت راسي حامله كنت خديت راحتي ومشيت عند الطبيبه الامور كامله كانت غاديه مزيان حتى النهار اللي هداك الجنين طاح ليا عاوتاني علاش السبب يعني ما تعصبت ما درت شي مجهود كبير ما والو وهذا الجنين الثاني كان كبر من الاول كيف ما قلت لكم الا كان الاول فعلا طاح لانه كان طاح ليا تقريبا على واحد 3 شهور وكان جاني الوجع في حال ديال الولاده مهم بقيت من موراه تقريبا واحد ربع شهور وكنت عاود تحملت مهم بقيت في هكا كنحمل وكيطيحوا لي المده ديال 3 سنين 3 سنين درت جهدي وكثر باش نحمل ما خليش كيف ما قلت شي طبيب اللي ما مشيتش عنده وحتى شي واحد ما عطاني صحه صحه الخبر حتى شي واحد ما قال لي شنو هو السبب ولا شنو ندير ولا هذا كيعطوني دوايات كيعطوني كي بزاف د الامور ولكن حتى شي حاجه منفعت انا كنت باغه نحمل كنت بغيت نولد مع الوليدات حيت كنت كنقول وحتى الناس كانوا كيقولوا كي لي غير تولدي السيد غادي تهد واحد شويه ما غيبقاش بحال هكا ما غيبقاش يديها فيك ما غيبقاش غير عليك بزاف غتولي تهزي وليداتك وتخرجي يعني دابا هذا الشيء كيوقع كي غير في الاول ديال الزواج ومشي وماشي غير انت بوحدك راه بزاف د البنات كيوقع اليوم هكا فهاديك المده على اختي معاه بدات كتاثر مبقاش بقاش الشيء كيف ما الاول السيد كار ولو فيه المشاكل بلا قياس ولا فيه الصداع كيدخل كيبقى ينقر على اتفه الاسباب ما درتي لي وحلاش شي دخل لقاك مقدم مصيبه يقولك علاش مصيبه كنتي خارجه الا إيه دخل ولقاك مثلا لابسه بيجامتك عاديه دايره هذيك الشفنجه ولا دايره زيف في حياتي كيقول لك علاش دايره فحال هكا للياتك لابسين ومقادين ومصيبين وانت حالتك حاله اللي شافك يقول هذه راه غير فيها الموت الا إيه دخل لقاك موجده الشهيوات ومقاده الطبله يقولك لك اش طايع ولا لقاك ما دايره والو كيقول لك علاش ما مهم الراجل كان واش مسطي واش كان باغي يسطيني الله اعلم الحاجه الوحيده اللي كنت متاكده منها في هذيك الوقيته هي الا بقات هاد الزواجه بحال هكا صعيب باش تكمل حين صافي بديت كنعيا هذيك الراحه النفسيه ما بقاتش وحتى علاقتي معاه كانت تاثرات السيد اللي كان من الخدمه للدار ومن دار للخدمه السيد اللي كان كيجي كيهزني كيخرجني على الاقل ما كانش كيخليني نخرج بوحدي كان هو كيخرجني ما كيخلي فيني يديني ولا كيدخل من الخدمه كيبدي الحويجو وكينزل القهوة ولا كيمشي عند صحابو ولا كيمشي عند عائلته انا كنبقى في الدار فاش كنقولو ديني معاك راني قنطت كيقولي كي علاش قنطتي على مالك شنو ناقصك وفاش كنقولو علاش خرجتي كي انت كيقولي علاش كتحاسبي معايا مهم بدينا بشد ليا نقطع ليك لواحد الدرجه اللي ما كتخايلش على البال الفكره ديال الطلاق الصراحه ما كانش مقترحه عندي كنت كنقول ان السيد خاصو يتبدل كنت كنحاول انني نهضر معاه ولكن باش زعما نتفارق انا وياه كنت كنقول صعيب حيت كنت كنبغيه وكنت كنحس به كيبغيني لانه مره مره كان كيجي كي كيعتذر مني كيقولي كي سمحي لي ما مديهاش في انا راه شويه معصب وانا كنت كندير المستحيل باش نولد كنت كنقولي لا تزادوا الوليدات الامور غادي تهدى آه بزاف الامور غادي يتبدلوا على <applause> العكس حياتنا كانت نهار على نهار كتزيد تكفس كثر السيد ما بقاش كاع فيا ولو المشاكل الغواتات الصداعات ولينا كنضربو سيمانه ونصالحو نهار ونضربو سيمانه ونصالحو نهار حتى وصلنا لواحد المرحله ان الراجل ولا كيمد عليا يديه في الاول كنت كنصبر وكنقول معليش حيت كنت عارفه الا مشيت حتى وصلت عند والديه مستحيل يرجعوني ليه وخاصه ان ما بيناتنا لا ولاد لا الوقت ما كنتش بغيت نشت على كان عندي امل ان السيد غادي يتصلح وكنت كنقول كيف غيجيو الاولاد كلشي غادي يتبدل لحصل ما فيه بقينا هكاك حتى كنت اكتشفت ان السيد كيغدرني نهار اللي عرفتها كنت باغا نتسطا ونحماق حيت ديما الحاجه الوحيده اللي كات مصبراني على هذيك الزواجه هي كنت كنقول انه كيبغيني وكنبغيه ومستحيل فرضه في بعدياتنا <applause> ثم قررت انني نحصلو باش ما يبقاش عنده الوجه اللي يقول لي لا حقا ما كاينش ولا دي خدامه معايا ولا ما نعرف كنت بهتو وحصلت فعلا مع السيده اللي كان معها في ديك الوقيته فاش وقفت عليه بلاص ما يعتذر بلاص ما يقول لي سمحي لي ني بجد وقال لي اشنو مخرجك بلا ما تقولي لي راكي خارجه ومع من شاورتي ني انا اللي غالطه وردني انا اللي ما كان جرني قدام الناس بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف هزني في كامله وهو كيضربني وانا كنت جهرت وطرخ كامله وانا كنغوت وكنقول له ما فهمش. دابا شكون اللي خاصو يتقلق انا ولا انت كيقول لي لا وانت ما فهمتيش وداك كيخدم معايا وحنا ماشي في هذا الموضوع حنا في الموضوع على الذي ديال ان كيخرج شي من الدار بلا ما تقول حتى شي حاجه تطوروا لك الرجلين وانت على الله شنو كديري من مرايا وانت هادي وانا كنغوت بربي اللي خلقني وكنقول له انت كتغدرني وهاديك ماشي كتخدم معاك هاديك انت عندك معاها علاقه وانا قريت الميساجات اللي بيناتكم سيد نكر وفوق من هذا ضربني ضرب خايب ديال بصح كيف طلعني للدار كانت تكرفس عليا واحد الكرفيسه اللي نموت وما انا في هذيك اللحظه ما بقيتش كنفكر في شي حاجه قلت هذا الراجل مستحيل نكمل معاه جمعت شطايطي ومشيت لدارنا في هذيك الوقيته كيف دخلت وشافوني والديا وشافوني خوتي كانوا باغيني تصطاو حماقو. هذيك الساعه خويا الكبير ما عقلش على راسو خرج وخا عينا من شدو فيه كان مشى وخلع عشو ديال بصح خويا الكبير كان الضرب ديالو قاصح وكان قبيح ومعروف عليه هذا الشيء مهم السيد هز راسه ومشى دار شهاده طبيه ودفعها البوليس وحنا في هذاك الوقت حتى حنا درنا شهاده طبيه لا انا لا خويا المهم ومن موراها كنا مشينا ودفعنا الوراق ديال الطلاق انا صافي هذاك الراجل ما نهائيا بغى نرجع ليه كنت كنقول حتى لهنايا وصافي سهلت علاقتي معاه مشيت وبديت كانت في السيفيات باش نبدا حياتي من جديد والدي كانوا ساندي مسانديني خوتي كذلك ومثال مهم بدينا في الاجراءات ديال الطلاق كنت انا باغا طلاق وهو باغي طلاق هنا يعني ما كان حتى شي مشكل في الامر صافي هي هذه كنا حضرنا الجلسة الاولى كان قال له القاضي واش بغيتي تطلق قال له اه حتى انا كنت موافقه قلنا ما بقيناش مفاهمين ما عندنا لا لحتى حتى شي حاجه ليشدونا فوق من هذاك الشيء المضاربات اللي وقعوا في الاخر المهم صافي يعني الامور كانت غاديه مزيان داس داك الجلسه مشينا في حالاتنا ايوا الغد لي مع السبعه الاب ديالي كان يلا دخل يلا جالسي كنديرو كاسكروت حتى كنسمعو الباب كيدق ما ضبه مشى حل الباب حتى كيبان ليه السيد وباه وتواصلو كاملين الاب ديالي ما فهم والو بات الولد كانت لاعله الاب ديالي وقالوا عيشك اخويا لما عاد دخلنا نهضروا شويه الاب ديالي كان كيحترم بات الولد حيت باه الولد صراحة ما شفنا منه حتى شي حاجه تلعب حتى في الوقت اللي كان ذاك دا المشكل الوقت اللي ضربني والوقت اللي ضرب مع خوه كانوا من الناس اللي صالحونا والناس اللي خلاونا صافي نتنازلوا كنا اتفقنا حنا الناس صافي وكل واحد يشد طريقه صافي يعني ما نتابعو ما يتابعنا المهم هذاك باه قالوا عافاك ما عافاك هادي ما هذه دخلوا دخلوا للصالون جلسوا ايوا السيد لحلا با قالو سمح لي الحاج وانا عرفت راسي غلط وانا ما شنو واقع ليا وانا راه مرتي كنبغيها وما بغيتش نفرط فيها وانا راه ما نكذبش عليك داكشي المحكمه كامل راه راه فوق مني وانا دابا عاد حسيت بانني صافي غنتفارق انا وياها ماشي مشكل بغات ترتاح في دارهم ترتاح ولكن باش تقول لي طلاق راه ما انا كنبغيها وبغيت نكمل حياتي معها وانا هادي وانا هادي والسيد كيهضر وكيبكي الا شفتيه يقطع لك في الكبده ايوا دخلت ماما ماما كانت كارهاه بدا كيطلب فيها وكيبوس لها في يديها امه حتى هي كتقولها هو الحاجه هو زعما في خيط ابيض وحنا بغينا غير نلاقيهم في الحلال وابغض الحلال عند الله هو الطلاق وزعما نعطيوهم فرصات لقرها راه هو كاين ماشي شي حاجه زعما اللي ما كايناش وبقاو زعما كيدخلوا في الامور ايوا بقاو كيطلبوا وكيزوقوا انا ما عليكم كنت باغا وما باغاش انا راجلي اه كان بغيه ولكن هذاك الشيء يدوز عليا ما, شا... ما ساهلش وخاصه في الاخرى الاخرى كنت عايشه معاه العذاب الاليم كنا دائما مضاربين دائما صداعات كنت كنقول يمكن الوقت اللي بعدنا على بعضياتنا نعرف بقيمتي كيف ما حتى انا عرفت بقيمته حيت راجلي هذا وطلاق ماشي سهل طلاق شي حاجه اللي صعيبه بزاف فهاديك النهار قلت نعطيه فرصه ولكن نمحنو واحد شويه زعما درت فيها راني مطوره وقلت له شوف انا ما باغاش والناس كانوا مشاو من موراها سيد داك عيط ليا وكيطلب وكيزاوق ومن موراها وكي وكي كان ليا عاوتاني والدي جاو عند امي وطلبوا وزاوقوا وليت فيما كنخرج كيتلاقى ليا ما دوش بزاف حتى صافي كنت قررت انني صافي نرجع ليه ماما قالت لي شوفي بنتي فكري قلت لها ماما انا قررت ما بغاش ما بغاش يعكس ليا لا هي للوالد الوالد حيت كلهم كانت عندهم نفس الفكره قالوا طلاق ما غاديش يهرب يعني نعطوه فرصه هذيك الساعات قاد مرحبا ما تقادش الله يعاون الحاجه الوحيده اللي وصلتني عليها امي هي نجمع كريشتي قالت لي شوفي يا بنيتي قبل ما ترجعي لي الا كنتي غادي ترجعي سيري وديري العمليه الصغيره ما تقولي لي لا ثاني لا حساب لا حتى شي حاجه قالت لي على الاقل ما تولديش معها تبقاي في حالك خفيفه شفت حتى هي قلت لها واخا وكنا قلنا السيد غادي نرجع ايوا السيد طار بالفرحه وجا للدار وما ما جا في يديه هزني الراجل وداني لدارو وهذيك الساعه ما بقى والو الجلسه يعني ما بقى لينا والو صافي هي هادي كمشينا كنت قلت له دابا شنو غادي نديرو في المحكمه قال لي انا غادي نتكلف كان جاب لي واحد الورقه وقال لي سيني هنا راه المحامي ديالي غادي يتكلف ويصاد الدوسي وانا قلت له واخا حيت داكشي زعما صافي قلت راه ما بقى منه والو نعطيو راسنا فرصه صافي هادي جلس معاه سيد وتبدل ولا كيتعامل معايا كيف ما كان كيتعامل كي معايا النهار الاول كنت عايشه معاه مرتاحه بخير وعلى خير زعم آه زعما الامور كانت غاديه مزيان نهار لي فيا آه سيد كيمشي خدام كيجي انا جالسه في الدار مره مره, مرة هكا كيخرجني حس عليا والو دوز سنويه واحد أربع شهور وتما قررت كنت قررت اني نرجع مع لحياتي الطبيعيه مشيت عند امي امتي دويت معاها قلت لها شوفي يا ماما غادي نحيد العمليه ونتوكل على الله وما قالت لي بنتي ما تسرعيش على الاقل واحد نص عام قلت لها ماما شوفي دابا شحال داز من عمرنا حتى اللي غنبقاو بلا ولاد نجربوا وانت راه عارفه المشكل اللي عندي خليني نتوكل على الله قالت لي ماما دبري راسك وفعلا كنت مشيت عند الطبيبة. اللي كتعرف ماما وحيد عاوتاني ديك العمليه ورجعت لداري وكنت فرحانه وعاجبني الحال وناعسه على من الراحة وما مسوقة وضربت الدنيا بركلة وما عارفة شنو كيوقع من مورا ظهري ايوا بقينا هكاك حتى كان داز من الوقت واحد سبع شهور ونص قلت من شهور هديك الساعه راجلي كان قال لي عندي واحد سفيرة ديال الخدمه واش بغيت تمشي لداركم ولا تبغى تمشي لدارنا قلت له بغيت نمشي لدارنا حيت ما كاين نمشي لداركم قال لي صافي ايوا جمعت حويجاتي نتوما مالي الخير هزني راجلي بالطوموبيل وصلني حتى لباب الدار حطني وكان مشى مرة طلعت فرحانه جلس في دارنا داز هذاك النهار كنصوني على الراجل ما كيجاوبنيش اه... التليفون كيصوني ماشي ما كيصونيش كيصوني ولكن هو ما كيجاوبنيش كنصيفط له لي ميساج كيقراهم وما كيجاوبنيش انا صافي تخليه الشك نقول هذا علاش ما كيجاوبنيش شنو واقع ما مساليش ما يمكنش كل ما مساليش غادي يشوف الميساج صيفط لي غير اوكي ولا ا طو ولا يصف لي اللي صيفط يعني ما يخلينيش فحال هكا المهم كنعيط 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 والو ايوا داز هذاك النهار الغد اللي عاوتاني مع الصباح بديت كنعيط ليه ما كيجاوبنيش حتى ماما قلت له ماما عطيني التليفون ديالك راه فلان كنعيط ليه وما كيجاوبنيش قال لي وانتي عارفاه مسافر في مع الخدمه قلت مو ماما مسافر مع الخدمه وانتي عارفه ديما كيسافر مع عمرو ما دار ليا هاد الحاله كنعيط ليه كيجاوبني وحتى لما كانش مسالي كيصيفط ليا اطون ولا شي حاجه ولكن زعما باش يخليني نهار كامل والليل والدبه في الصباح وما جاوبنيش راه واخا يكون عنده اللي كان ما يمكنش يدير ليا بحال هكا مهم صونيت عليه من النمره ديالها كذلك هو ما جاوبنيش انا تما بدا كيدخل ليا الشك وبدات بالي كيمشي غير الحاجه الخايبه ما هذا تقلبات بيطون بلا شي بلاصه ياك ما مسافر مع شي وحده ياك هادي ياك ما هادي هذيك هادي. الساعه ما بات ليا غير مهمتو دي التليفون ديالي وعيط لها فهاديك الساعه كيصوني التليفون كيصوني 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 ما كتجاوبش مهم قطعت واتصلت بواحد خوه كي صوني كي صوني كي صوني. ما كي يجوش. او ثاني كنت قطعت واتصلت بمو مرة اخرى مهم صونيت وهي تجاوبني قلت لها خالتي كديرة لبس عليك كديرة مع على صحيحة قلت الحمد لله السيدة كدوي بالحساب يعني ما مشي كتهضر معايا كيف ما موالفة انا تما عرفت ان كاينة شي حاجة قلت لها خالتي واش كاين شي مشكل قلت لي ما كاين والو قلت دويتي مع فلان قلت لي ما دويتش معاه قلت خالتي راه كنعيط ليه وراه ما كيجاوبنيش واش واقع لي شي حاجة خايبة كنسول الله بنيتي ما دويت معاه المهم قلت لها خالتي لا ما لي من عندك لربما يكون مقلق <applause> مني واخا انا ما درت ليه حتى شي حاجه قلت لي واخا المهم دازت تقريبا واحد 10 دقائق عاود تعيطت ليها قلت لها خالتي امندرا قلت لي بنيتي راه ما كيجاوبنيش حتى انا المهم انا تما صافي الدنيا دارت بيا ما تليت عارفه ما ندير ماما مسكينه كانت خدامه قلت لها ما عندك فين تمشي غادي توصليني نيشان للخدمه فين خدام راجلي باش نسول عليه نشوفو سافر بوحدو واش مشى مع شي واحد مع من غادي يتلاقى زعما نعرف عليه زعما شنو واقع قالت لي امي واخا ايوا زاتني امي مشينا نيشان للخدمه ديالو وطلعنا كنسول عليه قالوا لي السيد راه واخد كونجي قلت لهم كيفاش واخد كونجي هو كيقول مسافر مع الخدمه قالوا لي هذا اللي عطا الله السيد راه واخد كونجي انا تما صافي قلبي جعلت فيه الحافيه وليت كنقول هاد خينا واش في عليا علاش كيدير فيها هكا وخاصه ان هادوك الايامات الاخرى كنت عايشه معاه مرتاحه ومزيان ما بيناتنا لا مشكل لا والو صافي تاكدت ان السيد كيغترني وقلت راه مسافر مع شي وحده ولكن قلت ما يمكنش كون سافر مع شي وحده كون على الاقل جاوبني باش ما نشكش فيه وما نقلبش من موراه ماشي خليني بحال هكا سميت فكره وفكره كطيح ليا في بالي دقه واحده الاب ديالي كان سول ليا صحابو زعما واش شي سبيطار شي كسيده شي حاجه والو ما كاين حتى شي خبار ايوا دوزنا واحد 3 ايام ديال العذاب الاليم 3 ايام وحنايا كنسولو 3 ايام وناكل شويه كنعيط لمو حتى مو ولات ما كتجاوبنيش ثلاث ايام جميع الافكار الخايبه طاحوا لي في بالي الا الفكره اللي وقعت هذيك اللي ما عمرها طاحت ليا في البال مهم ثلاث ايام وحنا كنقلبوا كنسولوا ما خليناش شكون سولنا صحابو عائلتو الناس كاملين اللي كانوا عندي من اللي عندي نوامر ديال ديالهم عندي كلهم عيط لهم اللي كنقول له فلان يا كيقول لي ما شفتوش يا كيقول لي كنعيط لي ما كيجاوبنيش المهم حتى شي واحد ما شي اخبار ايوا فداك الوقت كنت قررت باش نمشي لداري نهش الهيب ديالي ونهش فليسات حتى بغيت نتحرك نلقى باش نتحرك ونهز حتى الوريقات اللي غادي نحتاج حيت بدي باغا نقلب عليه بغيت نعرف هذاك الراجل شنو به المهم كنت قلت لماما يلاهي معايا قلت ليها واخا مشيت انا وماما غادين ترى كامل وحنا كنهضروا شنو واقع على تخينا هذا باغي يسطيني علاش ما كيجاوبنيش علاش ما كيجاوبنيش صافي انا في هذا الوقت عرفت السيد ما مشاش للخدمه لأن الخدمه قالوا لي كونجي وكنت متاكده انهم عشي وحده يعني قلت ما يمكنش يكون بوحدو ما يجاوبنيش وحتى الا كان ماشي وحده راه ما ميمكنش ما يجاوبنيش ما كنتش عارفه بالضبط شنو واقع المهم وصلنا طلعنا في حالتنا للدار يلا بغيت ندور الساروس كيبان اصلا يعني غير من البواني كيبان لي البواني مبدل كنقول اه واش هذا البواني ولا ماشي بواني ديالي ما حرفش. مهم المهم ندور الساروس الساروس ما بغش يدور بقيت مضاربه معاه مضاربه معاه حتى الباب تحل من الداخل وهو يخرج لي عريس الغفله كيف شفتو جهرت وضربت ضربتلو كتفو بالجهد وبديت كنغوتو كتلو واش انت مرضتي ولا شنو انت كاين في الدار ناعس مع قبك وانا مخليني غادي كان كنقلب عليك في الكوميساريات كتلو سيدي ما بغيتيش دوي بغيتي ترتاح غير صيفط ليا ميساج قول ليا ما تصيفطش ليا حاجه خليني نرتاح واحد شويه خلاني حتى ساليت وهو يقول لي دابا شنو باغا كيفاش دابا شنو باغا المرض واش كاين عندك شي مشكل كان شي مشكل نحلوه ما تخلينيش في هكا انت عارفني ما كنحملش هاد الطريقه في التعامل انا كنهضر وماما كتهضر فواحد الوقت جيت ندفعو باش ندخل للدار حيت حسيت به بحال كاين شي واحد معاه وهو يقول لي فين غدا لالا حبسي هنايا شنو حبس شكون عندك لداخل قلت له كتغدرني في داري وبديت كنغوت على حر جهدي وتم الجيران بداو كيطلعوا نسيه تما كانت فاهني يكون شدتني شمي كنت كركبت مع الدروج وقال لي واش ما تعطينيش الثقار هي كلا طلقتك سيري في حالك واعطيني التقار انا صافي دابا تزوجت قلت له كيفاش ما فهمتش مزيان اش كتخربق وما حتى قالت لي شنو ولدي ما فهمناش كيفاش طلقتي وكيفاش تزوجتي يلا حتى ساعدنا يومين قال لي شوفي يا لاله طلقتك ودابا عطاني التقار انا دابا وليت راجل مزوج ما تبقايش تجي لهاد الدار الباب ودخل في حاله انا تما دارت بيا الدنيا ما عرفت نبكي ما نغوت ما ندير حتى شي حاجه الحاجه الوحيده اللي كنت سمعت من هذاك الضجيج اللي كان حدايا هي واحد السيده ساكنه معنا في العماره قالت لي يا بنيتي ما عنديش شي ديالك راه هذه يومين بالي راجلك طالع ومطلع مع واحد خيتي لابسه كشيطة ودايره التالج بحال شي عروسه قالت لي إحنا ما فهمنا والو كنت كنقول شي وحده من العائله شي وحده جايه عندكم قالت لي والله بنتي ما كنت في حال هكا مهم نزلت من تما انا وامي كان بكي بجوج طايرة بين الدنيا وتالفين وما عارفين ما نديرو بقينا جالسين في الطوموبيل واحد نص ساعه ما كتهضر معايا ما كنهضر معاها عرفت واحد الاحساس ما بقيتش فاهمه اصلا حتى شنو واقع هذيك الساعه عيطت لبابا ماما كتبكي 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 وكتهضر معاه وانا حالتي ربي اللي عالم بها كتهضر معاه كيقولها غير شرحي ليا بشويه خلينا غير نفهم كتقولوا دابا 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 خصك تجي للدار ما جينا فين وصلو للدار حتى لقينا با لقينا خوتي جالسين دخلنا انا كنبكي وامي كتبكي العبدي اللي طلع ليه الدم وكيقولنا دابا غير سكتو وقولوا لي شنو واقع المهم مي كان شرحات لي هذاك الشيء اللي شافت حيت حتى لهداك الوقت حنا ما كناش فاهمين شنو واقع المهم الاب ديالي سهر وقال لي اش هاد التخربيق واش هاد الشيء هذيك الساعه كنخرج هو وخوتي مشاو عندو للدار وصلوا كيدقوا 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 حتى كي شي واحد محل الباب خرجوا ديك الساعه ومشاو عند مو باه لدارهم ايوه وصلوا دقوا حل الحاج الاب ديالي كان قال له الحاجه هادشي لي واقع الراجل كان حدا راسه وقال له شوف والله ما في خباري شي حاجه قال لي هذي شي ربع ايام جا عندي ولدي وقال لي راه غادي نتزوج ما غادي نتزوج قلت له واش انت تسطيتي ومرتك قال لي انا ما عندي حتى شي مره مرتي طلقتها قال لي ما شرح لينا حتى شي حاجه حيت حنا ما بغيناش نمشي معاه لك العرس اللي دايره هذيك المره الثانيه والراجل كيحلف وكيعطي راسه وكيقول والله ما سايق الخبار والله ما عارف شي حاجه من هذا الشيء ولدي اللي كامل لا. انا ما عرفوش علاش دايرها مهم الاب ديالي كان طلع ليه الدم ما كانش عارف بالضبط شنو غادي يدير معاهم تما كان نزل في حالاته مشى عاوتاني لداري كيدق 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 حتى شي واحد محل. صافي هذيك الساعه جا للدار تعرف اش غادي نقول ليكم هذيك الليله حتى شي واحد فينا ما شاف الناس الليل كامل وحنا كنهضروا في الموضوع الليل كامل وحنا كنفصلوا كان كنتسناو غير الصباح يطلع بس نمشيو عند المحامين نعرفوا راسنا من رجلينا نعرفوا شنو واقع انا كنت كنتحلف وكنقول والله اذا ما تزوج بلا خباري غادي ندير ليه وغادي نفعل ليه والموافقه ما الموافقه انا هذا الشيء اللي كنت دايره في بالي لي مع الصباح مشيت انا وبا عند المحامي دخلنا عنده عاودت له هذاك الشيء كيف ما هو مهم المحامي قال لي شوفي راجع جا عندي قال لي راك صافي تنازلتي على هذاك الشي وراني واحد الورقه انتي اللي فيها وكان خلصني وقال لي صافي انت غير تهنا المحامي ديالي هو اللي غادي يتكلف باش يسد الدوسي قال لي وانا صافي غادي خديت زعما الفلوس ديالي صافي وسديت الموضوع المهم الاب ديالي قال عافاك غير شوف لنا هاد الشيء شنو هو راه الراجل كيقول كي طلقها وحنا راه ما في خبرنا حتى شي حاجه وراه هو دابا تزوج حنا بغينا نعرفوا الا كان طلقها نعرفوها وكفاش طلقها واذا كان مزوج وهي على ذمه ديالو فين هي الموافقه زعما شنو واقع في هاد الحريره كامله قال لي المحامي عطوني غير شويه الوقت وغادي نجيب لكم صحه الخبر بعد يومين المحامي كان اتصل بينا وقالنا خصكم دوزوا عندي البيرو مشينا عنده وهو يقول لنا الحاجه اللي ما عمرت نيت نهار نسمعها شوفي على لاله راجلك طلقك غيابي في الوقت فلان فلاني وكان داز ساعة الساعه على الطلاق اكثر من خمس شهور كاش هادشي اللي كتقول فيه كيفاش طلقني غيابي على هادشي كيوقع قال لي شوفي على لاله هادشي اللي قدامي انت قلتي لي الموضوع تسد قال لي ماشي انا اللي سديت راجلك قال لي نتوما غادي تكلفوا وانا هادشي ما عندي فيه حتى شي دخل قال لي انا انت اللي جيتي عندي النهار الاول في الوقت اللي صافي الامور تصلحو وهادشي كيوقع كاينين الناس اللي حنا كنتكلفوا لهم وكاينين الناس اللي كيتكلفوا راسهم وكاينين الناس اللي كيخليو هداكشي فحال في هكاك هادشي راه كيوقع يوميا يعني. قلت له كيفاش دابا ما فهمتش انا راه ما كان كيوصلني والو علاش كيسحبني ان القضيه مازال غاديه قال الله اعلم قال لي تلقى كان كيجيك شي استدعاء وانت ما كتعرفيش تلقى سنسي على شي ورقه الله اعلم اختي قال المهم هذا الشيء اللي عندي هنايا تما دارت بيا الدنيا وماتليش عارفه ما ندير خرجت من, من تما ومشيت سولت على راسي ولقيت فعلا راسي انني مطلقه مطلقه بلا ما الخبار بكيت وجدبت وحيحت وبا كان مشى لدارهم دوا مع با قالوا كيفاش بنتي تطلق وتعيش مع راجلها هاد المده كامله في الحرام قال لي واش هذا راجل واش حنايا نهار الاول درنا بوجهكم نتوما اللي جيتو طلبتونا با كيحلف والله ما فراسي شي حاجه ولا ولا ولدي دار هادشي كامل راه دارو بلا خباري انا اللي في خباري انه رد مرتو وتفاجات النهار اللي قال لي راه كاع عنده العرس حنا اصلا ما كناش عارفين انه كيعرف شي وحده اخرى ولا باغي يتزوج بها حتى في الخطبه راه ما مشيتش انا مشات معاه وأهداف وحده وما بغاش يقول لبا شكون اللي مشات معاه واخا انا كنت عارفه شكون اللي مشات معاه حيت عنده واحد اختو هي اللي نفهم هو وياها الاب ديالو على كي ما كيقول ليا با انه حشمان بزاف من هذه الفعله اللي دار ولدو انا ولدو ما حتى علاش دار فحال هكا انا ما نكذبش عليكم يدم كل لقيتو قدامي ديك الساعه كون كليتو بقى فيا الحال بزاف حسيت بواحد الشمته الكبيرة كبيره بزاف كيف السيد مطلقني وكينعس معايا في نفس الفراش كيهضر معايا كيضحك معايا كيتعامل معايا مزيان كيخطط كي معايا للمستقبل وغنولدو الوليدات ونديرو ونفعلو ونتركو كيفاش راجل تعطي خاطرو في هكا وحنا ماشي دوزنا قليل ولا انا راني كنت مرتو في واحد الوقت بقى فيا الحال ديال بصح طرت ونزلت وجريت وجاريت وما صورت حتى شي حاجه عرفتش لحد الان كيفاش دار ليها ما عرفش لحد الان كيفاش قدر يطلقني بلا ما نساق الخبار كيفاش قدر يطلقني وانا مفترق في اللون انا ما عارفه حتى شي حاجه واش في هذه الحالات كيوقعوا ولا لا ما بقيت عارفه والو الحصل ما فيه كنت عييت ومليت وطلع لي هادشي كامل في صحتي وتم قررت انني نسد هادشي كامل ونبدا حياتي من جديد وفعلا كنت فاتعة عاوتاني السفيات ورجعت لدارنا واللي كنتلاقاو معاه كنقولوا ليه انني يلاه طلقت ما بغيت نقول حتى شي واحد انني متلقى من هذه مده وشنو وقع ليا وشنو وقع ليا هذا الموضوع حتى من الجيران ما ساقوش لي الخبر الجيران عارفين انني الوقت اللي جيت لدارنا هذيك الوقت الله تخزنت مع راجلي وبدينا في الاجراءات ديال الطلاق ومن بعد قلت لهم طلقت وزدت الموضوع العائله الناس كاملين اللي دايرين بينا حتى شي واحد ما عارف هاد القصة لي من هاديك الساعة ما عمرني ما مشيت عنده ولا حشيت هالي ولا قتلو علاش ولا كيفاش بس الله وعارفة إكده أنه غادي يجي النهار اللي غادي يجيني خباره حتى داك السيد ظلمني ظلمني ديال بصح وخلاني ندير شي حوايج اللي ما كانش خاصني نديرهم ولكن أنا ما عارفاش كيبقاو كاملين عليه الحصول ما فيه انا ديتها في حياتي وديتها عاوتاني في راسي وبديت حياتي من جديد وما بقيتش كاع مسوقه لكاع هذاك اللي داز حسبته انها مرحله في حياتي ومشات وسديت هداك الدوسي وبديت من جديد حيت عرفت راسي الا بقيت كناكل كنخر في راسي من خلال هداك الشيء اللي داز عليا ما عمرني ما غنتقدم لقدام المهم بقيت غاديه حتى لواحد النهار راه انا امي غير ما رجع ما كيف كيفاش تفاوت انا وياها هي ما لو شنو كانت بغا تجيب وانا بقيت واقفه حتى كيبان ليا خانز العفطه جاي عندي نيشان وكيضحك انا فاش شفتو تصدمت وشدتني الخلعه في قلبي وفي نفس الوقت ثبت راسي صافي كنت حيدت عينيا من عليه من الشي هالي كان جاي وبقيت كنشوف هذاك الشيء اللي كنت كنتقدا ايوا السيد حتى وقف حدايا وهو يقول لي السلام الناس كيشرفوا كي وانت يا غدا وكتصغاري درت عنده قلت كيفاش ما هيا قال لي واش مازال مقلقه قلت علاش غنتقلق ومن من غنتقلق قلت له اسمح لي يا يمكنك يمكن راك غلط في النمره سميت غاديه وهو يبغي يشدني تما درت عنده قلت شوف غادي تعطيني الثقار ولا غتشوف واحد الوجه ما عمرك ما شفتيه في حياتك شوفي انا غلط وأنا وانايا ديك الساعه كنت معصب وما كنتش عارف بالضبط شنو كان دير عندو قلت شوف بلا ما نبقاو نتقبوا في الهضره وبلا ما تبقى تصدع لي راسي شمتيني وانا عرفتك وغدا امام الله نتلاقاو دريت الشاريو وتميت غاديه هو بقى تابعني وهو كي يهضر حتى كتبان ليه ماما جايه هذيك الساعه كان قلب سعود ومشى ومن هذيك الساعه ما عمرني ما زالت لقيت معاه صدفه انا ما أكدبش عليكم شو بقيت فيا واخا حاليا كنحاول انني ننسى وكنحاول انني نكمل حياتي كيف ما هي اليوم جيت نعاود لكم قصتي باش نقول لكم ردوا البال وما عمركم ما تهاونوا في امور بحال هذه في حالتي ما الا شي وحده فيكم مثلا وقفات مع راجلها في الله يستر ولا اي حاجه واحده اخرى الا ما بغيتيش تكملي في هذاك الشيء مثلا حتى في البيع والشراء ما بغيتيش تكملي في هذاك البيع او الشراء في ديك الطلاق في ديك اي حاجه كوني مأكدة انك وقفتيها سيري خدي الوراق ديالك آه، عرفي ان ما بقى والو ما تخليش الامور تبقى تمشي يقدر يجي واحد النهار اللي تندمي فيه كيف موقف معايا انا الراجل كان ممكن يجرجرني سنين كان ممكن نبقى عايشه معاه وانا كيسحب لي راجلي حتى النهار اللي غنتفاجئ انني مطلقه من سنين جاب الله وهو ما كانش عنده داك النفس الطويل وكان باغي غير ينتقم مني وباغي غير يربيني وما نعرف في عقلو اشنو كان, كي يقول فداك كان يقول لي في ذاك الوقت المهم داكشي الشيء اللي كان كي يقول لي اللي كان كيقول لي عقلو يدبر معاه انا حاليا آه كنقول حاجه وحده حسبي الله ونعم الوكيل فيه حصل هنا سالت القصه وكيف العاده اللي داز من نفس التجربه ولا سامع على شي حاجه بحال هكا يتشارك معنا القصه ديالو وحتى بالنسبه للمحاميات الناس اللي قاري القانون الناس اللي كيتصادفوا بامور بحال هذا يحاولوا يوعينا في لي كومونتير ويقولوا لينا واش هذا الشيء كيوقع كي ولا ما كيوقعش كي كيفاش نديرو باش نقدروا نتجنبوه باش نديرو باش ما نوقعوش في امور بحال هكا حصلوا لهنا ما بقى لي الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم تلاقوا ان شاء الله بعد قليل في جديده السلام عليكم